ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعرف حرف جديد من حروف اللغة العربية اسمه حرف الميم. ايه هو حرف الميم؟ طب بيكتب ازاي؟ طيب بيبقى شكله عامل ازاي في الكلمة؟ يلا بينا نشوف مع بعض. حرف الميم يا اصحابي بيكتب كده: حرف خمسة ونازل منه شرطة، حرف خمسة ونازلة منه شرطة. يلا بينا نمشي على النقط ونكتب حرف الميم. اهو نعمل حرف خمسة اهو وننزل شرطة. ماشي يا اصحابي؟ سهل. ماشي، تعال نكتبه تاني بس من غير ما يمشي على النقط. ادي خمسة ويمشي على الشرطة، مش سهل اهو يا اصحابي صح؟ طيب ماشي، يلا بينا نشوف حاجة تاني. عندنا هنا اهو حرف الميم لما يبقى أول الكلمة، ولو كان نص كلمة، ولو كان آخر كلمة. لو كان أول الكلمة أصحابي يبقى شكله زي ما احنا لسه واخدين دلوقتي، زي كلمة مسجد وزي كلمة مصحف. يبقى في أول الكلمة زي كلمة مسجد وزي كلمة مصحف، في نص الكلمة بيبقى زي ما احنا ما اتعلمنا زي شكل أول الكلمة، بس هنعمل شرطة من الأول تاني، زي كلمة سمك اللي عايش في البحر وزي كلمة أمان. ماشي يا أصحابي؟ طيب أما بقى لو كان في آخر الكلمة يبقى ليه برضه شرطة من الأول، بس الشرطة بتاعته في الآخر بننزل ليها سنة تانية من تحت. يعني زي ما انتم شايفين أهو بنعمل شرطة كده في آخر الكلمة وخمسة، ونمشي كده الشرطة بتاعته عادية وبعد كده ننزله من تحت، يعني زي شكل في نص الكلمة بس بننزل شرطته الأخيرة من تحت. طيب زي كلمة ايه يا اصحابي؟ زي كلمة نوم لما احنا نروح ننام، او زي كلمة يرسم. احنا مثلا بنقعد نرسم، يبقى كده كلمة يرسم اخرها حرف ميم. طيب اصحابي عندنا هنا ميم ميم مفتوحة، ميم مضمومة، ميم مكسورة، يعني دي فيها فتحة ودي فيها ضمة، دي تحتيها كسرة. كل واحدة زي ايه؟ ميم مفتوحة زي كلمة مسجد، ميم مفتوحة زي تتنطق ما مسجد، ميم مضمومة مو مثلث، ميم مضمومة مو مثلث زي المثلث اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وعندنا ميم مكسورة تحتها كسرة تتنطق مي، ميم مكسورة مي يعني زي كلمة مبراه اللي هي البراية اللي بنبري بيها الأقلام الرصاص. طيب يا أصحابي عندنا هنا مراجعة على أهم حتة في الدرس. ميم في أول الكلمة زي كلمة مسجد، وميم في نص الكلمة بيبقى شكلها زي ميم أول الكلمة بس فيها ليها شرطة هنا زي كلمة سمكة، وميم في آخر الكلمة زي الميم في نص الكلمة بس بنطول شرطتها الأخيرة لتحت زي كلمة ينام. دي أصحابي تمارين على الدرس، جايب لنا الميم المفتوحة ومضمومة ومكسورة، وقدامنا كلمات مبرأة ومسجد ومثلث. احنا بقى هنوصل الميم مضمومة بالميم مضمومة، والمفتوحة بمفتوحة، والمكسورة بمكسورة. ماشي، شفتوا سهل ازاي؟ يلا نعمل مع بعض واحدة. ميم مفتوحة ما زي كلمة ايه؟ مبرأة؟ لا. زي كلمة مثلث؟ لا. زي كلمة مسجد؟ اه. ميم مفتوحة ما ودي مسجد، ما مسجد، يبقى نوصلها بمسجد. انا بقى مش هحلهم معاكم الاتنين الباقيين، هسيبكم انتوا تحلوهم وتقولي الاجابه المره الجايه. ومع نفهم نتعلم ببساطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.